السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سيو أو سيراي، وكالعادة شرح تحديات العاصفة الثلجية. وهالمرة شرح تحديات العاصفة اليوم الثالث، وكالعادة كل يوم تحديين، ولو خلصتم راح تاخذ 1000 XP، ولو خلصت 6 تحديات راح تاخذ لون جديد. وعلى حظنا فتحوا لنا 6 تحديات في 3 أيام، يعني لو خلصت تحديات اليوم واللي قبلها راح تاخذ اللون الجديد، ولو خلصت التحديات كلها لين آخر يوم راح تاخذ المظلة الجليدية. أنصحكم تخلصوا التحديات لأنها تعطيكم كثير XP ومظلة جليدية ولون، يعني شيء حلو صراحة. قبل ما نشرح التحديات، فانا دائما اسوي شرح كامل لاي تحدي في فورتنايت، ودائما بساعدكم عشان تخلصوهم. فلا تنسوا الاشتراك في القناه عشان ما يفوتكم مقطع، ويلا نروح للتحديات. التحدي الخامس واضح مره، بيطلب منك تقتل 150 وحش جليدي من الوحوش اللي ترمي الكرات الجليديه. اظن واضح وسهل، لازم تقتل 150 وحش جليدي من اللي يرموا عليك كرات. ظل في الخريطة لين ما تلاقي وحوش الجليد، وظل اقتل فيهم لين ما يطلع لك الوحوش اللي يرموا كرات، ووقتها اقتل 150 منهم وراح تخلص التحدي. التحدي السادس كمان تحدي واضح كثير بس صعب، اقتل 20 من وحوش الجليد الذهبية. صعب صراحة بس هذا هو التحدي، لازم تدور على الوحوش الذهبية وتقتل 20، وعشان يطلعوا لك تدور على حجر جليدي وظل دمجه لين ما تنقص هيلثا، وبعدها ابدا اقتل وحوش وقتل وقتل لين ما يطلع لك الوحش الذهبي. او الافضل انك تنتظر لين اخر الجيم، ووقتها عددهم راح يزيد اكثر. وسامحوني ما لقيت وحش ذهبي لان لازم اشرح التحدي بسرعه، فما لحقت اني الاقي واحد وقتله. المهم اقتل 20 وحش ذهبي وراح تكون خلصت هالتحدي. وهذا مقطعنا اليوم، وكمان بقول لكم شيء، للوقت الحالي ما راح اقدر انزل مقاطع نصايح او اخبار لين ما تخلص تحديات العاصفه الثلجيه، لان عندي مشاكل كبيره بالسيت اب، شيء متعب مره لاني اضطريت اجل كثير اشياء غصب عني. اريد ابدا البث والجيم بلاي، بس يا ليت تفهموا ان هالشيء مو بكيفي، لان للحين ما قدرت اجيب السيت اب والبي سي. ترى انا العب ماوس وكيبورد على سوني حاليا. وبالنسبه للتحديات انصحكم تخلصوهم يوم الخميس، اظن ان اخر تحدي راح ينزل الخميس الساعه 10 بتوقيت السعوديه، ويمكن بعدها ب 24 ساعه راح تختفي التحديات. ممكن فلحقوا عليها وخلصوها، ما في شيء رسمي بس هذا اللي حيصير غالبا. لذا ايوه خلصوهم الخميس. ولو حابين تدعموني فهذا كود المتجر سيو اس اي او، حط عندك في المتجر لو شريت اي شيء فانت كنت تدعم القناه. لا تنسوا اللايك، واشوفكم في الفيديو الجاي.